وبمناسبة ذكرى عيد العرش، وشح الملك محمد السادس عددا من الشخصيات المغربية والأجنبية بأوسمة ملكية، وهكذا وشح الملك بوسام الكفاءة الفكرية عدنان الرمال أستاذ ومدير أبحاث بكلية العلوم بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، الذي حاز على جائزة المخترع الأوروبي صنف جائزة الجمهور بفضل اكتشافه عقارا بواسطة زيوت طبيعية يمكن من زيادة فعالية المضادات الحيوية. أنا كباحث أستاذ جامعي يعني نتلقى وسام عن جلالة الملك هي حلم يتحقق بالنسبة لي أنا كشخص، ولكن هي في نفس الوقت جلالة الملك تبين الجامعيين والباحثين المغاربة بأنه كينتظر منهم العطاء وتينتظر منهم أنهم يديروا أشياء اللي تزيد المغرب الأمام.